معنا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ لؤي بطاينة خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك الأستاذ لؤي. ألو. يا مرحبا وسهلا حياك الله. مرحبا أهلا. أهلا وسهلا وسعيدين بالتواصل معك الأستاذ لؤي. ونقف يعني مباشرة أكيد أخبار انخفاض أسعار النفط يمكن هي التي تتصدر الأخبار الاقتصادية في العالم، فمن خلال متابعتك ما الذي يحدث الأستاذ لؤي لأسعار النفط التي هوت فجأة إلى أقل من 10 دولارات، يعني انخفض 10 دولارات للبرميل؟ شكرا. حقيقة موضوع أسعار البترول مرتبطة في 3 عوامل رئيسية بالنسبة لي. العامل الأول هو العرض والطلب، وهنا بنحكي عن العرض شبه ثابت لأنه في اتفاق من أوبك بلس، ولكن الطلب مرتبط في المنظومة الاقتصادية والعجلة الاقتصادية في العالم. بعد إذا تحاول تجنبنا ما يصير بموضوع روسيا وأوكرانيا. النقطة الثانية حقيقة أسعار النفط هي جزء من كلفة التشغيل لأي مؤسسات أو صناعات كبرى وعمليات، لذلك كلما زادت أسعار النفط ممكن تحد من فعالية بعض الأنشطة الاقتصادية واللي تؤدي إما إلى ثباطها أو ركودها أو ارتفاع أسعارها. النقطة الثالثة واللي مهمة حقيقة هي اتفاق أو اجتماع على موضوع الإنتاج، لأنه في هناك ما يسمى سلسلة التوريد، وما بعد كورونا انقطاع عمليات الإنتاج في بعض المناطق وانخفاضها أو زيادتها. واللي أنا بحاول أصله لموضوع الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا وانقطاع النفط الروسي عن بعض الدول واستبداله إما في وسائل بديلة سواء الغاز أو دول بديلة. لذلك انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية أو الأيام القليلة الماضية هو نتيجة التخوف الكبير الركود الاقتصادي اللي بدأ نتيجة ازدياد الأسعار الكبير وانخفاض الأنشطة الاقتصادية نتيجة التخوف من الأسعار، ارتفاع الأسعار وكلفة التمويل. أسعار الفائدة عم بتزيد، لذلك كلما ارتفعت أسعار الفوائدة كلفة التمويل رح تزيد. إذن في بعض الأنشطة الاقتصادية تصبح أو بعض المناطق مكنية تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية عليها كويشن مارك او علامه استفهام. هذا سيناريو متوقع كان الاستاذ لؤي هذا الانخفاض؟ حقيقه نعم ولا نعم، مقصود انه كان متوقع ولكن مش بالحده اللي شفناها خلال الايام الماضيه، ولكن اذا استمر التباطؤ الاقتصادي وارتفاع اسعار الفائده رح يؤدي الى ما يسمى الركود الاقتصادي، لانه احنا ما في عندنا حقيقه نمو في الطلب. دائما الانفليشن محبب لانه هو بيعكس حاليه انه النمو الطلب بيصير. هلا الانفليشن او ارتفاع الاسعار مرتبط بارتفاع اسعار الفائده، مرتبط باسعار ارتفاع اسعار المواد الغذائيه، مرتبط باسعار المواد الخام. لذلك عم بنحاول ما يسمى 3 عوامل رئيسية عم بتأدي إلى ارتفاع كلفة التشغيل. لذلك مع ارتفاع كلفة التشغيل راح يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد، لأنه راح يكون هناك عدم جدوى اقتصادية لبعض المشاريع. بنفس اللحظة مع انخفاض الطلب إذا هنالك بكل تأكيد احنا مقبلين على ما يسمى ركود اقتصادي. نعم، يعني هل أفهم من كلامك أن هناك علاقة مباشرة بين أسعار النفط وما بين الركود الاقتصادي، بمعنى أنه المنخفض؟ نعم، هي جزء صحيح، هي جزء رئيسي من ارتفاع أسعار النفط، هو جزء رئيسي قد يكون من يعني التوجه نحو، ولكن الركود الاقتصادي هو أكبر من أسعار النفط. الركود الاقتصادي هو أن مشكلة منظومة اقتصادية عالمية، ارتفاع أسعار الفائدة اللي بدأت حقيقة كسياسة للفيدرالي الأمريكي نتيجة كبح جموح السيولة في السوق وسحب بعض الأموال الموجودة في السوق. تعرف خلال فترة كورونا كان هنالك طباعة على النقود بشكل كبير جدا، وهي الطباعة وسيولة النقدية في السوق أدت إلى ارتفاع الأسعار. ارتفاع أسعار الفائدة رح تؤدي إلى اتجاه الناس إيداع الأموال في البنوك وعدم مثلا الأصول بأسعار مرتفعة. ولكن اللي فاجئ الاقتصاديين حقيقة إنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع كلفة التمويل صار هناك ارتفاع لأسعار المواد الغذائية نتيجة اللي صار ما بين روسيا وأوكرانيا. نعم،
اللي يحدث الآن هو في حدود الطبيعي أم تتوقع أن هناك تأثيرات سياسية هي من رسمت هذا السيناريو الآن؟ حقيقة لست بالسياسة، ولكن بكل تأكيد الحرب الروسية الأوكرانية هي جزء رئيسي من البصير مع انقطاع أو خلخلة في سلاسل التوريد والتزويد، ونفس اللحظة حقيقة انخفاض الطلب أو انخفاض نسب النمو بشكل كبير جدا مع ما يسمى ارتفاع الأسعار أو الانفليشن أو التضخم. نعم، يعني من الواضح أن أصعب شيء في هذه الفترة هو توقعات أسعار النفط، لكن وفق المؤشرات الحالية إلى نهاية العام، يعني ماذا تتوقع الأستاذ لؤي في قراءات الاقتصادية؟ قبل ما أجاوبك، إذا شفت تقارير البنوك العالمية، أحد البنوك بدون ذكر اسمه توقع أنه تنخفض أسعار النفط، وبنفس البنوك العالمية تصل أسعار النفط إلى 380 دولار. لذلك الإجابة اللي صح نعم من الصعب التوقع في اتجاه أسعار النفط، ولكن أنا برأيي إنه من هون لآخر السنة راح نشوف انخفاض لأسعار النفط، ولكن إنه يصل ل65 دولار مثل ما أشوف في أحد التقارير أشك، ولكن هي ما يسمى قراءة للمستقبل مع انخفاض الطلب وانخفاض النمو. أتوقع إنه راح تكون بمستويات 90-95 دولار، ولكن أنا لست باقتصادي. نعم. وممكن يشهد عودة مرة ثانية إذا هنالك في شفنا نمو حقيقي في الاقتصاديات، وأشك إنه يكون في هنالك نمو خلال الفترة القليلة القادمة. هذا الانخفاض في حدود الطبيعي، يعني خلنا نقول 90-95 دولار، سيؤثر إيجابا على التضخم؟ يعني نشوف نحن طبعا ذاك الارتفاع أثر بشكل كبير. لا، أنا برأيي التضخم راح يستمر وراح يكبح جماح التضخم. حقيقة هو عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل بشكل طبيعي، وأنه بتبدأ الناس تأخذ الأموال وتستثمرها في مشاريع جديدة، وهنالك طلب على 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 بعض الأنشطة اللي ممكن، ولكن هذا راح يأخذ وقت حقيقة. نعم، التضخم بدأ كسياسة نقدية من قبل السنترال الفيدرال ريزيرف بانك، وبرأيي راح ينتهي برضو بسياسة نقدية جديدة. نعم، يعني إلى أي مدى يربك هذا القراءة الصعبة هذه لأسعار النفط الدول المنتجة للنفط حقيقة، واللي تعتمد اقتصاداتها بشكل كبير والمنطقة، يعني تحس أنه كثير يأثر على خططها لأنها تعتمد بشكل كبير على هذا الانخفاض؟ لا، ما أظن أن دول المنطقة أنه يعني هي دارسة الموضوع بشكل صحيح، لأنه هنالك طلب وهنالك إنتاج. الطلب والإنتاج في اتفاقيات طويلة المدى بعد التزويد، ولكن ممكن يأثر حقيقة على دول الإنتاج ارتفاع كلف التشغيل، سواء كلف النقل، كلف التزويد، كلف التشغيل، كلف التمويل إن كان هناك تمويل، كلف التخزين، ونسبة الربح راح تكون تحت ضغط كبير. لذلك المارجز ما يسمى الهوامش راح تكون تحت ضغط كبير. نعم، الأستاذ لؤي بطاين الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.